هاي فرصة إنه نرجع نلتقي ونحكي ونسأل ونتحاور. وأنا إذا بتسمحوا لي قبل ما أبدأ بالفنيات بدي أحكي بالحالة العامة. يعني إحنا كدولة، ولا أتحدث وأقول كحكومة، مش بعاد عن الأردنيين ومش بعاد عن الحالة العامة، ولسنا منفصلين عنها. ندرك تماماً إنه هناك مشاكل وتحديات وأزمات وضيق حال اقتصادي، وإنه في مزاج عام سلبي نتيجة السنوات الصعبة اللي مر فيها الأردن على مدى السنوات الماضية. والدولة بكل مؤسساتها وعلى رأسها جلالة الملك أيضا يعلم ذلك تماما. وكمان الدولة ليست بعيدة عن كل ما يحدث في الشارع، وليست منفصلة عن الواقع، على العكس تماما. يعني جلالة الملك طالما كان مدركا وممسكا بما يعاني منه شعبه، وطالما لبى مطالبهم، وهذه الحكومة جاءت على وقع إدراك جلالة الملك لما يحدث في الشارع، وهذا شأنه دائما. وفي كثير من اللحظات الحرجة التقطت الدولة والتقط الملك هذه الحالة الشعبية واستجاب لها. الآن ما يحدث في الشارع، قلناها منذ اليوم الأول، الحكومة والدولة وكل مؤسساتها تؤمن بحق الناس بالاحتجاج، وتؤمن أن الاعتصام والشكوى مطلوبة، وهذه مسألة يعني يكفلها الدستور. حرية التعبير في الأردن ليست أعطية أو هبة، هذه قضية يكفلها الدستور والقانون، شريطة أن تكون في ظل القانون والدستور، فهذه مسألة يجب أن نتفق عليها. ونتفق أيضا أن الحوار هو الحل في مشكلاتنا، وندرك أنه لا سبيل لتقريب وجهات النظر إلا الحوار، أن تتحاور الناس، أن تتبادل وجهات النظر، وأن نستمع لأوجاع الأردنيين ولشكواهم، سواء في التواصل الاجتماعي، سواء في الشارع، في المؤسسات الإعلامية، وهذا كله نرصده ونتابعه ونرقبه ونحلله ونستجيب له وندرسه أيضا. لكن هل هناك حرية مطلقة؟ وهل هناك محددات لهذه الحرية؟ المحدد هو القانون. من يعبر عن رأيه في ظل القانون طبعا يحترم هذا التعبير، لكن من يخرج على القانون، هناك قانون سيخضع له، وهناك عقاب أيضا سيكون، حتى يعني نميز الأشياء ونقولها بصراحة. بشكل عام والصورة العامة، ودائما كانت الحالة العامة في الأردن تعبير راقي، ينزل الناس إلى الشارع يحتجون يطالبون، وهذا أمر طبيعي. لكن ما هو غير طبيعي بصراحة ويجب أن نتوقف عنه، إن هناك من يخرج على القانون، وهذا أمر
غير مقبول. وهناك ايضا يعني خليني اقولها بصراحه، اصوات في الشارع، بعض الاصوات في الشارع تحاول ان يعني تسيء الى هذه الصوره الحضاريه عند الاردنيين بقدرتهم على التعبير وحقهم بالتعبير. وبتلاقي احيانا محاولات لتقليد ما يحدث وما جرى في دول اخرى، وهذا بصراحه يعني امر خلينا نحكي مش مقبول، لانه طالما مساحه الحريه واضحه وحق التعبير مكفول، انا بعتقد عندنا من الادوات والمساحه الصحيه التي تكفل حق الناس للتعبير عن رايهم. انما ان يكون هناك تشويه وان يكون هناك إساءة وأن يكون هناك تطاول، هذه مسألة مخالفة للقانون وبالتالي تصبح مرفوضة. المسألة الأخرى التي رصدناها بالأمس، المفاجأة يخرج علينا من يسمون أنفسهم بالمعارضة الخارجية، كلهم حاملين للوحات يطالبون بالملكية الدستورية ويحرضون الأردنيين على الخروج إلى الشارع. المشهد كان بصراحة مريب ويدعو إلى التوقف عنده، لأنه كيف يعني كيف صار أو كيف حدثت هذه الرؤية إنه عشرات من إسبانيا لإسطنبول ومن ستوكهولم لشيكاغو بيحملوا نفس الورقة وبيطالبوا بنفس المطلب. هذه الحفنة للأسف تجد بعض من يصغي لها في الداخل، وهذا خطير، علينا أن نتنبه له كأردنيين وإنه نوقف عنده، يعني نحكي شو اللي عم بيصير، لأنه بالأساس يا أخوان يعني هذول من حيث المبدأ يعني لا يعلمون ما هو نظام الحكم في الأردن. النظام في الأردن يصنف تحت الملكية الدستورية، وبالتالي هذا الخلط أو هذا المطلب الذي يحاول أن يشوش الأردني ويأخذ إلى مساحة جديدة من المطلب، أولا تعكس عدم معرفة هؤلاء بما هي الملكية الدستورية، وثانيا تعكس نوايا غير طيبة. خلينا نعترف مرة أخرى، حق التعبير مكفول، حق الاحتجاج مكفول، وحرية الرأي مكفولة، لكن هناك فرق بين من يحاول أن يستخدم هذه الحالة الصحية السائدة في الأردن وبين أن يسعى إلى إشاعة الخراب أو أن يسمى إلى الخراب. هذه مسألة يجب أن نتنبه لها جميعا ونتحدث عنها بصراحة بدون خجل، لأنه اليوم العنوان هو الأردن، استقرار الأردن وأمن الأردن وأمننا حياتنا أولادنا مستقبلنا، كله هذا بدنا نخليه يعني أمام عيوننا وإحنا عم نفكر شو عم بيصير بالشارع. فالنظام الأردني، إحنا حكومة بختار مجالات الملك، نبقى حكومة غير شرعية أو مكلفة إلى أن نحصل على ثقة من البرلمان. هذه عملية دستورية، نفقد ومن حق مجلس النواب أن يطرح الثقة بهذه الحكومة لأي سبب وطني أيضا كإجراء دستوري، وبالتالي هذه هي الحالة الدستورية الأردنية اللي هم مش مطلعين عليها. فخلينا نتوافق إنه هل نحن بحاجة إلى تعزيز الإصلاح السياسي؟ نعم، وهذه مسألة أعلنتها الحكومة مرة وثنتين وثلاثة، وأيضا كلفنا بها جلالة الملك في كتاب التكليف السامي. هناك إصلاح سياسي سيتزامن مع الإصلاح الاقتصادي، وهذه مسألة يجب أن تكون عنوان المرحلة المقبلة. فأنا يعني أدعو الأردنيين أنهم فقط ينتبهوا لهذه الحالة أو لمن يحاول أن يخترق أو يشوه الحالة الصحية الداخلية لأجندات بصراحة غير وطنية. طالما الاحتجاج والاعتصام ونقد السياسات ونقد الحكومات في ظل القانون، ليس هناك مشكلة.
المشكلة أن نتجاوز هذا الخط ونذهب إلى ما أبعد منه. أنا تحدثت عن الحوار وهنا أريد أن أعود مرة أخرى إلى الحوار. الحوار هو الحل، ولذلك قامت الحكومة بسلسلة حوارات على مدى عمرها 6 أشهر بمختلف القضايا، حوار حول قانون الضريبة، حوار بدأ مع النقابات، الأحزاب، الفعاليات الاقتصادية، الشباب، أيضا حتى مع الحراك تحاورنا. وهذه هذا هو الحل، هذه هي وصفة الحل. لا حل أمامنا، ما عندنا حل إلى الحوار. إذا لم نتحاور ما هو الحل؟ العنف. إذا الحل الوحيد حتى نخطو خطوة إلى الأمام، خطوة آمنة ومدروسة، هو أن يكون الحوار. هذا هو عنوان هذه الحكومة، وهذه هي طبيعة الأردن. يعني إحنا بطبيعتنا يعني ما عندنا هالانقسامات الخطيرة، نختلف من وجهات النظر لكن بالنهاية نجلس على الطاولة نتحاور نوصل لحلول التي ترضي أو حلول يتم التوافق عليها. الحوار يجب أن يكون راقي وحضاري، هكذا تربينا وهكذا نشأنا وتربينا على الاحترام الكبير، على احترام فكرة الاحترام والتقدير عندنا بالأردن مسألة مزروعة فينا من إحنا صغار ومن طول عمر هالدولة اللي اقتربت على 100 سنة. وهذا هو العنوان، الحوار المحترم الراقي. لكن الصراخ ليس حوار، ومن يصرخ هذه دالة ضعف وليس دالة قوة. وأن يأتي شخص ويخاطب رئيس الحكومة ويقول له يا عمر ويا رزاز، هذه صراحة لا تعكس لا الأخلاق الأردنية ولا القيم الأردنية ولا عاداتنا ولا تقاليدنا. إخوان الهاشميين علمونا كيف نحترم بعض. بحكي معك جلالة الملك بقول لك يا ستي يا سيدي، وإحنا هيك تربينا. أنا لما حكيت لمدير الأمن العام يا عمي صار يعني صار مثال للسخرية، لكن أنا هيك تربيت وإحنا كلنا هيك تربينا. تربينا نحترم الكبير وتربينا نحترم بعض ونقدر بعض. هاي القيمة، قيم الأردنية اللي إحنا لازم نحافظ عليها ونحفزها ونقويها ونعززها، لأنه إذا فقدنا قيمنا بتكون خسارتنا كبيرة. الحراك السياسي بالأردن مش وليد اليوم، والتنوع والاختلاف أيضا مش وليد اليوم، وأن يختلف المجتمع مع الحكومة ليست يعني الحالة الأولى ولن تكون الأخيرة. لكن خلينا نتذكر رجال الأردن اللي إحنا لهلأ نتغنى فيهم ونحكي فيهم، كيف علمونا يكون العمل السياسي، كيف علمونا نحترم بعض. مهم نرجع نقرأ تاريخنا، لأنه التاريخ دروس بدنا نتعلم منها الدروس. يعني أنا وأنا هلا بحكي معاكم بتذكر رجالات من الأردن يعني قدموا نماذج وطنية، وهم اللي بنوا الأردن وساعدوا على بناء الأردن. أنا اليوم بتذكر نمر الحمود، بتذكر زهير الحسين، وبتذكر هزاع، وبتذكر حابس الله يرحمهم، وبتذكر الشراري، بتذكر الحاج رشاد الشوا. يعني في هاي الشخصيات اللي احنا دائما لازم يمكن كجيل جديد نرجع نذكر الاجيال الجديده فيها كجيل قديم، لانهم دروس علمونا كيف الاردن يضل قوي. نختلف بينا بس احنا بالاخر بيت واحد واسره واحده وعيله واحده. في تحديات طبعا، في مشاكل طبعا، لكن بالاخر خلي عنواننا الاردن وامن الاردن واستقرار الاردن، هذا هو العنوان. خلينا يعني نجمع انه حكومات بتروح وبتيجي، ما
وأنا جزء من هذا الفريق، لكن بدي ضل الأردن. ونرجع للسؤال اللي دائما بيسأل الأردنيين، ماذا لو رحلت الحكومة؟ هل ستحل المشاكل؟ هل ستنتهي؟ احنا مدركين كلنا اللي قاعدين انه مشاكلنا هي كبيرة وكبيرة، والسكر نسبة مرتفعة، والبطالة نسبة مرتفعة، ونمو المداخيل محدود. بس هذا تشخيص من المشكلة، والحكومة ليست بعيدة عن هذا التشخيص. يعني من قرأ أولويات الحكومة التي أعلنها دولة رئيس الوزراء تعرف أن الحكومة مدركة تماماً لحجم التحديات، وهذه الأولويات فيها حديث عن الإصلاح السياسي، فيها حديث عن محاربة الفساد، فيها حديث عن الخدمات العامة، فيها كثير من الأولويات. 17 أولوية هي تلتصق بهموم المواطن وبمشاكله، وتسعى إلى وضع حلول جوهرية عميقة لها. هذا اللي إحنا ندلل عليه، إنه إحنا لسنا منفصلين عن الواقع، وهي المسألة اللي إحنا نحاول نأكد عليها دائما. ووضعنا هذه الخطة وأولوياتها بشكل واضح، في معايير أداء قابلة للقياس، أدرجت مخصصات الإنفاق على هذه الأولويات في موازنة الدولة، والغاية أن نقدم دليل على جدية التنفيذ. قد لا تكون الأولويات ترتقي إلى طموحات الأردنيين، لكنها هي أول العلاج، وهي الطريق، الخطوة الأولى في الطريق الصحيح. جلالة الملك وجهنا إلى مشروع النهضة الوطني، هذه الأولويات هي الخطوة الأولى باتجاه مشروع النهضة الوطني الذي سندخل المئوية الثانية من عمر الدولة به. هذه هي الرسالة اللي إحنا بنحاول نرسلها كحكومة دائما وأبدا. مرة أخرى، حرية التعبير مصونة، الاحتجاج مصونة طالما هو تحت القانون، وأيضا الحكومة تتفهم تماما المزاج العام السلبي، تدرك أنه حجم المشكلات كبير، لكن هذه مشاكل تراكمت على مدى سنوات وحلولها لن تأتي بلحظة أو بورقة أو بخطة. هذه الخطة تحتاج إلى عمل وجهد طويل ومضني ربما، حتى نستطيع أن نحدث فرق في هذه المشكلات ونبدأ أولا الحلول. أنا بدي إذا تسمحوني بدي أعلق على يعني عبارات باتت تلصق بالحكومة. يقال إنه هذه ليست حكومة أفعال بل هي حكومة أقوال. أنا إذا تسمحوا لي بعرض سريع سأقدم جزء مما قامت به الحكومة على مدى الأشهر الماضية، فقط لأؤكد أن هذه حكومة أفعال وليس حكومة أقوال. وسأبدأ من اليوم الأول، الاجتماع الأول لمجلس الوزراء، حينما قررنا تخفيض النفقات بواقع 151 مليون دينار. أيضا تم إعادة تقييم التشريعات التي تختص بالنزاهة وصون المال العام، وتحدث عن قانون الكسب غير المشروع، قانون هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، قانون ديوان المحاسبة، وقانون حق الحصول على المعلومة، وأخيرا جاء قانون الجرائم الإلكترونية. أيضا قامت الحكومة ولأول مرة بإعداد دراسة حول حجم العبء الضريبي الذي يقع على كاهل المواطن، وخرجنا بدراسة علمية لأول مرة نقول أنه حجم الضرائب على المواطن الأردني مرتفع ويبلغ 26%، هذا العبء الضريبي. وأيضا قلنا أنه توزيع الضرائب غير عادل، لأنه 76% منها ضريبة مبيعات و24% منها ضريبة دخل، وحتى يعني العبء ثقيل والتصنيف غير عادل، التوزيع غير عادل. أيضا وضعنا آلية محددة لمعالجة مرضى السرطان، عدلنا قانون التقاعد المدني
واهم جزئيه فيه انه الوزراء لن يحصلوا على تقاعد الا اذا اتموا 10 سنوات خدمه في القطاع العام. انا بالمناسبه يا اخوان ترى بطلعليش تقاعد، شو حبيت 10 سنين اكيد. ايضا قررت الحكومه نظام المدارس الخاصه بهدف وضع ضوابط على ارتفاع الرسوم. انا بحب تنتبهوا لشغله، انه كثير من هذه القرارات تصب يعني في صالح الاسر الاردنيه وتخفيف الاعباء عليها، وهدف اخر اللي هو صون المال العام سواء بالتشريعات او بالاجراءات. وضع نظام خاص للمدارس الخاصه بهدف ضبط ارتفاع رسوم المدارس والاقساط سنويا، ووضع ايضا تصنيف للمدارس حمايه، وايضا بالشق الاخر يعني اتخذت خطوات حقيقيه لحمايه حقوق المعلمين تحديدا اللي بيشتغلوا ببعض المدارس التي لا تلتزم بدفع اجورهم او يعني تقدم اجور وهميه بغير تلك التي يستحقها المعلم. كذلك قمنا باقرار نظام ترخيص مقدمي خدمات النقل المدرسي، وهي الغايه انه ايضا التسهيل على الاسر. اتخذنا اجراءات كثيره لضبط الانفاق، ومنها عدم شراء سيارات الا في الضروره، تسليم المركبات الحكومية الفائضة عن الحاجة، لأنه في عدد كبير من أسطول السيارات الحكومية بصراحة لا تستخدم، وبالتالي لغايات ضبطها وتنظيمها سيتم إعادتها إلى رئاسة الوزراء، وبعد ذلك سيتم اتخاذ قرار بخصوصها. تخصيص سيارة واحدة لكل وزير أو موظف من موظفي الفئة العليا. التقيد التام بعدم تغيير الأفاق، الحد من سفر الوفود واللجان الرسمية، تقليص أعضاء الوفود الرسمية، الحد من استئجار المباني، تكليف وزارة المالية بإعداد خطة تدريجية لاستعاضة عن الأبنية المستأجرة بأبنية مملوكة للحكومة. كل هذه القرارات تصب باتجاه ضبط الهدر في المال العام. أيضا من القرارات الأخرى حتى نؤكد أن هذه حكومة أقوال أفعال لا حكومة أقوال. قمنا بتخفيض نسبة الضريبة الخاصة على مركبات الهايبريد والضريبة الخاصة على الوزن. تم إعفاء مدخلات الإنتاج الزراعي من الضريبة العامة على المبيعات. إعفاء المزارعين المحليين من إنتاجهم الزراعي المحلي من الضريبة العامة على المبيعات أيضا. إعفاء المكلفين كليا أو جزئيا من الغرامات المستحقة على ضريبة الدخل والمبيعات والجمارك وأمانة عمان والأموال العامة الذين يسددون التزاماتهم قبل نهاية العام. هذه أيضا قرارات تصب في صالح الناس. وأيضا تم البدء بإجراء إيصال الخدمات الكهرباء والمياه تحديدا إلى الأبنية السكنية المقامة على أراضي تابعة للخزينة قبل 16 أيلول الماضي من خلال السماح بتفويضها لساكنيها. وهذه خطوة أيضا تخفف أو تحل جزء من المشاكل. القائمة طويلة لكن أنا سأذكرها مرة أخرى للتأكيد أن هذه الحكومة تفعل أكثر مما تقوم. تم نقل موازنة 29 هيئة مستقلة إلى الموازنة العام، وهي خطوة إصلاحية يعني يجب أن نتوقف عندها تماما، وهذا كان مطلب أنا كتبت فيه لما كنت كاتبة مقال أكثر من مرة بضرورة أن تكون هناك موازنة واحدة للدولة الأردنية وليس موازنة غيرها. الآن هذه خطوة بهذا الاتجاه، نقلنا 29 مؤسسة وأدرجناها في مشروع قانون الموازنة العامة، وبقي عدد من الموازنات في سنوات مقبلة ستنقل أيضا إلى مشروع قانون الموازنة العامة ليصار إلى وجود موازنة واحدة للدولة الأردنية. في موضوع اللامركزية رفعنا سقف العطاءات للمجلس اللامركزية من 200,000 لمليون دينار حتى نعطي قوة لمجالس اللامركزية اتخاذ قرارها التنموي تبعا لترتيبها لأولوياتها. أيضا تم تعديل أسس منح الجنسية للمستثمرين لغايات تحفيز الاستثمار. نمضي بإقرار قانون الزكاة، مشروع معدل لقانون الزكاة. وأيضا تم تعديل نظام التعيين على الوظائف العليا حتى نضمن التنافس ووصول من يستحق إلى هذه الوظائف. بموضوع الدخان، لأن كانت قصة الدخان يعني قصة عوني مطيع التي ما تزال يعني مفتوحة،
أخذنا بعض القرارات الإجرائية حتى نسد أبواب يعني هكذا تكرار هكذا نوع من القضايا، بحيث تم حصر استيراد آلاف تصنيع وإنتاج السجائر المصنعة بالمصانع المقامة والمرخصة، بحيث إنه كل هاي عشرات المصانع اللي اكتشفناها غير مرخصة تتوقف هذه المسائل. سأتوقف هنا صراحة لأنه القائمة طويلة، لكن أنهي بآخر قرار اللي هو تجديد الإعفاء من رسوم الشقق المنزلية، وهذه أيضا لغايات تسهيل فكرة امتلاك مسكن للأسر الأردنية. الآن الانطباع الآخر أو الإشي الانطباعي غير الحقيقي اللي يعني يشاع حول هذه الحكومة أو حتى عن الأردن بشكل عام، وهذه أنا سمعتها خلال الفترة الماضية عشرات المرات، إنه نحن نتحدث عن الفساد كثيرا، وهناك كثير من قضايا الفساد، لكن لا يوجد فاسدين. بالأرقام إحنا بدنا نحكي نشر نرد بالهذا. الآن المصادر اللي إلها علاقة بقضايا الفساد ثلاث: ديوان المحاسبة، تقرير ديوان المحاسبة، الشكاوى التي تصل إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، والشكاوى التي تصل للحكومة بشكل مباشر وتحولها إلى الهيئة. بالأرقام يا أخوان، طبعا الهيئة تتلقى 3000 تبليغ سنويا. ما تم بتقرير ديوان المحاسبة لعام 2017 حولنا 53 مخالفة إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد. كان هناك 58 مخالفة. خمسين مخالفة استرداد أموال، وعمليا اقتربنا من انتهاء جرد كل القضايا التي جاءت بتقرير ديوان المحاسب لعام 2017 الآن سنبدأ بالعام 2018. هذا يعكس جدية الحكومة في محاربة الفساد. الجزء الآخر، هيئة النزاهة نفسها خلال العام الحالي فقط حولت 123 قضية تم التحقيق فيها وثبت وجود أوجه فساد فيها إلى القضاء، وبالتالي هناك أشخاص بالتأكيد متورطين بال 123 قضية اللي حولتهم الهيئة، وبال 53 قضية اللي تحولوا من الحكومة للهيئة لحد لبدء التحقيق فيهم. هناك أدلة على أن تم فساد في هذه القضايا وبالتالي تم تحويلها، وهذا يؤكد نظرية أنه لا، هناك قضايا فساد وهناك فاسدين تتم محاسبتهم. يعني هذه الحقائق يجب يعني علينا أن نتحدث عنها حتى نقول أنه لا، الجدية في محاربة الفساد حقيقية وليس فقط الجزء الإجرائي. يعني أنا أتحدث مرة أخرى عن التشريعات التي تم تعديلها. كل غايات تعديل التشريعات الخمس هدفها محاربة الفساد وتحصيل المال العام أكثر مما كان في الماضي. الآن موضوع الموازنة العامة، وأكثر قضية كانت تدور خلال الفترة الماضية إنه الحكومة سترفع النسبة العامة لضريبة المبيعات لأنه حجم الإيرادات زاد في موازنة العام 2019. الحكومة لن ترفع النسبة العامة على ضريبة المبيعات، لكن هناك زيادة في الإيراد، سواء يعني بالإيرادات العامة، وهذه تأتي من عدة بنود يعني لها تفسيرها. أولا من محاربة التهرب الضريبي، ثانيا سيظهر أثر موضوع تهريب الدخان اللي كان في السنوات الماضية، ثالثا سيظهر أثر قرارات اتخذتها الحكومة منتصف العام وبالتالي لم يظهر أثرها الكامل، ومنها موضوع الهايبريد وقضايا أخرى.
إضافة إلى أن زيادة الإيرادات ترتبط بنقل 29 مؤسسة من قانون المؤسسات المستقلة إلى قانون الموازنة العامة. فبالتالي لا يوجد أي زيادة على النسبة العامة لضريبة المبيعات. والآن مجلس القانون موجود لدى مجلس النواب ويقوم ببحثه. القصة الأخرى التي استمرت على مدى الفترة الماضية موضوع السوق المالي وبورصة عمان والانخفاض الكبير الذي ألمنا بالسوق المالي. يعني أنا بدي أحكي تطمين فقط إنه الحكومة تلتفت لهذه القصة. وضعنا تعليمات لهذه الغاية، ستنظم كيف تطبق الضريبة على الأسهم. لكن أنا أحب أن أشير إنه هناك فهم خاطئ أو يعني معلومات لم تصل للبعض بموضوع الضريبة المفروضة على الأسهم، وهي يلزم توضيحها صراحة، لأنه ليست كل الأسهم، ليس كل من يملك أسهم سيدفع عليها ضريبة. هاي نقطة يجب أن نوضحها. وفرض الضريبة يقتصر على جزئية واحدة اللي هي اللي بتاجر بالأسهم. وخليني أقرأها بالضبط حرفيا لأنه التعريف جدا مهم، لأنه بعد هذا التعريف كل من خارج هذا التعريف لن يدفع ضريبة على الأسهم. القانون الجديد أخضع فقط أرباح المتاجرة بالأسهم من تاريخ 1/1/2019 التعليمات التي ستخرج. والآن إحنا بنحكي في اجتماع منعقد بالبورصة لغايات التوافق على التعليمات، يحضرها مدير عام الضريبة والمسؤولين بالبورصة وأيضا ممثلين عن شركات الوساطة المالية والناشطين في السوق، لغايات التوافق على التنظيمات التي تضبط حدود تحصيل الضريبة فقط من بند المتاجرة بالأسهم. هذه قضية إحنا أوليناها عديد يعني كثير من الاهتمام ومنتابعها بشكل دائم. ويفترض أنه اليوم يصير التوافق على التعليمات وإعلانها للرأي العام حتى يتم تطبيقها بالفترة المقبلة. ومهم نحكي أنه من يدفع الضريبة مرة ثانية الشخص الطبيعي اللي بيتاجر بالأسهم اعتباراً من 1/1/2019 للتأكيد فقط، لأنه هاي المعلومة جداً مهمة. يعني من يملك الأسهم لغايات استراتيجية، لغايات مركز مالي محدد، لغايات سيطرة في الشركة، هذا لن يخضع لضريبة الدخل. وبالتالي حدود التحصيل ترتبط فقط بجزئية واحدة وهي المتاجرة. موضوع يعني حكينا ببداية اللقاء إنه الحكومة درست عملت دراسة الربح الضريبي. اليوم نعكف على إعداد دراسة جديدة حول هيكلة العبء الضريبي، يعني نتطلع على التفاصيل أكثر، لأنه إحنا اليوم عندنا حوالي 60 ضريبة إذا مش أكثر. الفكرة من الدراسة الجديدة إنه نحدد تماماً تشخيص توزيع هذه الضرائب، وبعدين نطلع عليها لكيفية معالجة أو إعادة هيكلة هذه الضرائب من ناحية تصب في التخفيف عن المواطن الأردني وتحسين حياة الأسر الأردنية. وكلف وزير المالية مع فريق فني بإعداد الدراسة، وسيضع تصوره لها خلال شهر من الآن. موضوع الشراكة بين القطاع العام والخاص، يعني هاي مسألة دائما إحنا بنحكي فيها، ونحكي إنه لم يتم ترسيخها حتى اللحظة بشكل قوي ومتين، بحيث إنه تأخذ هذه الشراكة عمل حقيقي منتج ينعكس على الاقتصاد. وبصراحة هاي يعني حتى اللجنة المالية بمجلس النواب بالفترة الأخيرة كانت عم بتناقشها، وإحنا أخذناها بعين الاعتبار، وسيصار إلى وضع قائمة من المشاريع اللي يعني تعمق الشراكة بين الطرفين، ويكون فعلا في شراكات قائمة على مشاريع حقيقية، سواء بالصحة أو بالتعليم أو بقطاعات مختلفة أو حتى بمشاريع كبرى.
وهي كلها بالنهاية غايتها حل، يعني حل المشكلات وخلق فرص العمل. أنا يعني سأتحدث فقط عن موضوع الموقوفين وعن موضوع الإصلاح السياسي وبعد ذلك سأتوقف. موضوع الإصلاح السياسي وأنا أشرت في بداية الحديث لكن أريد أن أنوه له وأؤكد عليه مرة أخرى. الحكومة ملتزمة بموضوع الإصلاح السياسي الذي كلفنا به جلالة الملك بالتزامن مع إصلاح اقتصادي. صباح الخير. وموضوع الإصلاح السياسي مطلب، ونحن يعني بالأردن خطونا خطوات كبيرة بهذا الاتجاه. الآن نحتاج وتفكر الحكومة وتخطط إلى مرحلة جديدة من تعزيز عملية الإصلاح السياسي، وتقوم أساساً على مراجعة منظومة التشريعات التي تنظم العملية السياسية. وأعلن وزير التنمية السياسية معالي موسى المعالطة قبل أيام أنه سنبدأ حوار حول اللامركزية، وهذه ستكون الخطوة الأولى لغاية تجميد القانون بما يصب بتطوير العملية التنموية في المحافظات، وأيضاً يعزز مشاركة المجتمعات المحلية بصنع القرار في مناطقهم. بعد ذلك نأتي إلى قانون الأحزاب. قانون الأحزاب في تصور عام إنه هذا قانون جيد، لكن إنما إذا جاءت ملاحظات باتجاه تعديل القانون يعني نحن كحكومة منفتحين على هذه المسألة، ولا يوجد ما يمنع إن كان هناك ملاحظات إلى تعديل القانون. المسألة الأهم بموضوع الأحزاب نظام تمويل الأحزاب، حتى نقوي الأحزاب سيكون هناك مراجعة لنظام تمويل الأحزاب بحيث إنه يعني الدعم يكون بناء على البرامج وعلى العمل وعلى المنجز الحزب، سيصار إلى تفكير جديد طبعا بالحوار مع الأطراف المعنية. وبعد ذلك نأتي إلى قانون الانتخاب، وهو أيضا سيكون هناك حوار حوله وسيكون يعني سيصار إلى وضع قانون جديد للانتخاب في المرحلة المقبلة. القضية الأخرى التي تشغل الناس موضوع الموقوفين، وإحنا هون بدنا نحكي بصراحة تامة، يعني الموقوف الذي الموقوف اللي ما عليه قضايا جزائية ملف، واللي عليه قضايا جزائية هذا عند القضاء، ونحن لا نتدخل بالقضاء. قضاء سلطة مستقلة نحترمها ونقدرها ولا نتدخل بعملها. لكن بموضوع الموقوفين الثانيين رئيس الوزراء وعد انه هو بصفته الشخصية وليس بأي صفة أخرى انه سيتدخل او سيحاول يتدخل بهذا الموضوع. حسب معلوماتي الآن قبل ما أدخل الاجتماع إنه الموقوفين اللي ما عليهم قضايا جزائية خرجوا، ولكن كل من عليه قضية جزائية ما يزال موقوف لأنه هذا شأن القضاء ولا نتدخل به. أنا أنهي هنا وأشكركم على الإصغاء وأهلا وسهلا بكم مرة ثانية. عدوا من الصف الأول خمتين ضي زمان. صباح الخير يا أخي مالكي. أتمنى أن أتوقع من بداية المؤتمر تحكيم القانون العفو العام. أين وصلت الحكومة في دراسة هذا؟ يعطيك العافية حقيقة، يعني حكيت الكلام مفاصل، ومثل ما الحكومة أكيد مدركة وحتى دولة الرئيس مدرك شو واقع الحال بالنسبة للشارع الأردني وبالنسبة للمواطنين، تأكدت سيدتي أن المواطنين أيضا مدركين، لا
لحجم المسؤوليات وحجم الواقع اللي بيعيش الأردن، وأيضاً مدركين للتشويش اللي بيصدر من برا وغير مهتمين، لا بل يحاربون. اللي بيتابع وسائل التواصل بيشوف قديش هذول الناس عم بيتواجهوا وعم بيحطوا لهم الناس حد وما لهم أي تأثير. أنا بس بدي أكد على موضوع الإدراك، بما أن الحكومة مدركة ودولة الرئيس حتى بلقائه مع الناشطين قبل أيام أكد هذا الإدراك وقال سأقول لدلالة الملك أن الشعب موجود. تفضلت وحكيت عن إنجازات كثيرة وعديدة ومقدرة، لكن السؤال يعني انعكاس هذا على عيشة المواطن الأردني، انعكاسه على عيشة المواطن الأردني زيادة رواتب الموظفين بجوز من 3-4 سنين ما أجاهم زيادات. يعني في أمور، في حلول ممكن إنها تنعمل وما رح تأثر على مسيرة الأردن، سواء بالنسبة للصندوق النقد الدولي، بالنسبة للديون. شو المضور إنه نقول للعالم كله إحنا بدنا نأجل هاي العملية سنتين، هاي موضوع الضريبة مثلا، شو اللي بضر؟ شو بضر إنه يتم ربط الرواتب بمعدلات التضخم؟ أيضا هاي تعمل تحسين لحياة الناس. شو بضر إنه الإسراع بقانون العفو العام؟ أنت عارف أهمية العفو العام، ليس لا يتعلق فقط بالمحكومين، في هناك مواطنين محكومين وهم ببيوتهم، اللي هي قضية الرسوم وهاي الأمور بكون واضحين. فكثير من الأمور بحاجة إلى تفسير وبحاجة إلى قرارات سريعة جريئة تنعكس على معيشة المواطنين. شكرا. يسعد صباحك معالي الوزير. أنا عندي سؤال من شقين. الشق الأول، أين وصلت العلاقات الأردنية السورية في هذا الوقت؟ والشق الثاني، هل يوجد تبديل عدد من الحقائب الوزارية في القريب العاجل؟ وشكرا. السلام عليكم. هل يوجد تبديل عدد من الحقائب المتعلقة في القريب العاجل؟ سؤالين، ملاحظة وسؤال. الملاحظة الأولى، تحدثت إنه إحنا على تواصل مع الجميع، وأنا بعتذر لكن مش مع الجميع. في تقصير بما يتعلق بموضوع التواصل والإجابة على الاستفسارات والإجابة على أسئلة الوسائل الإعلام والصحفية. النقطة الثانية، إحنا إجينا وموجودين حاليا لكن مش عارفين شو العنوان البارز لهذا المؤتمر. شكرا. صباح الخير سعادتك. أنا اسمي خريس المنظم صحيح الحياة. سؤال عليكي عن موضوع قانون الجرائم الإلكترونية اللي قمتم بإعادته لمجلس النواب بعد تعديله، هل تم مناقشته مع الجهات المعنية كنقابة الصحفيين؟ كمان موضوع المعارضة الخارجية التي ذكرتيها والتي حرضت الأردنيين على الخروج للشارع، هل تم متابعة هذه المعارضة؟ بالإضافة الجهات، إذا في جهات معينة تمولهم حرضت الأردنيين على الخروج للشارع؟ خليني أجاوب على موضوع العفو العام. يعني لا جديد بموضوع العفو العام، يعني الحكومة درست الموضوع فنيا وتم تشكيل لجنة فنية من جميع الأطراف المعنية في الدولة، لأن موضوع العفو متداخل ومتشعب، وبدك توازن بين العفو وبين الحفاظ على حقوق الناس، فالمسألة ليست سهلة. اللجنة الفنية أنهت تقريرها وقدم لدولة الرئيس، وهذه آخر تطورات في موضوع العفو العام. كيف نحسن حياة المواطن؟ هذا سؤال مليون يا سيدي. يعني احنا نتمنى انه في عصا سحرية فعلا يعني، لكن انا برجع للي حكيته بالمقدمة. المشاكل كبيرة والتحديات كبيرة، وعميقة. يعني احنا نتحدث عن نسبة بطالة 18.6%، هي نسبة كبيرة وخطيرة، ونحن ندرك تبعاتها الاجتماعية أيضا. يعني ليست فقط، يعني لا نأخذها فقط كمشكلة اقتصادية، ندرك إنه شبابنا
وشاباتنا معطلين عن الإنتاج والعمل، ولذلك جاءت أولويات الحكومة وفيها بند مهم لموضوع التشغيل واللي بتحكي عن خلق 30,000 فرصة عمل في قطاعات مختلفة من الصناعة، الزراعة، الآي تي، رياض أطفال، يعني في قطاعات مختلفة سيتم خلق فرص العمل فيها. حتى موضوع خدمة الوطن بنهايته بعد الأربع أشهر هو يسعى إلى تخريج شباب 20,000 شاب وشابة يمتلكون مهارات مهنة محددة حتى يدخلوا إلى سوق العمل. فبالتالي أولوية التشغيل مهمة، تحسين الخدمات مشكلة أخرى أيضا بيعاني منها المواطن الأردني، أخذناها بعين الاعتبار بخطوات محددة. يعني بموضوع الصحة لدينا 1, 2, 3, 4 مدروسة ويستطيع المواطن أن يحاسبنا عليها. بموضوع التعليم أيضا، بموضوع النقل العام، في كثير من الملفات أو الأولويات الموجودة ضمن خطة الحكومة تصب باتجاه تحسين أوضاع الناس. موضوع تأجيل قانون الضريبة، يعني يا ريت، يعني نحن نتمنى يا سيدي، ما هو ليس قرار حكومة، أنت تتحدث عن حالة عامة، تتحدث عن اتفاق موقع مع صندوق النقد الدولي، تتحدث عن إصلاح مالي هيكلي. يعني خلينا بس إحنا نطلع على كل، يعني بدي أحط كل سلبيات قانون الضريبة ووجعها بكفة، وبدي أحط الجزء الصغير الإيجابي بموضوع قانون الضريبة، إنه قانون الضريبة سيكون الخطوة الأولى بموضوع إصلاح الخلل في العبء الضريبي اللي هي الدراسة اللي عم نبدأ فيها اليوم. لأنه إذا أنت حصلت جزء من أموال ضريبة الدخل وزدت الإيراد المتأتي من ضريبة الدخل في عام 2019، ربما يبدأ إصلاح هذا العبء وهذا الاختلال ما بعد ذلك. فهي الجزئية فقط الإيجابية بموضوع قانون ضريبة الدخل، بحيث أنك أنت تعيد توزيع العبء الضريبي بين الفقير ومتوسط الحال ومحدود الدخل والغني، بحيث أنه الغني يدفع ضريبة الدخل أكثر، وهؤلاء تخفف عنهم ضريبة الدخل وضريبة المبيعات، وتحقق التوازن بين الشقين. العلاقات الأردنية السورية، العلاقات الأردنية السورية التواصل موجود، تم فتح الحدود، وهذه كانت الخطوة الأهم بالعلاقة بين البلدين. الحركة التجارية مستمرة أيضا، وحركة الأشخاص الطبيعيين مستمرة بين البلدين، وبالتالي العلاقة جيدة وباتجاه التطوير مستقبلا. التواصل أو الإجابة على أعداد على الصحفيين، ما بحد يمكن أنا ما بجاوب بشكل مباشر، لأنه بالأردن كم عدد الصحفيين الإعلاميين يا أخوان؟ يعني أعطونا رقم. 400. أنا لا أستطيع أن أجيب على 400 شخص عشان أكون واضح، لكن لا يمنع ذلك جروب واتساب ما كل واحد عنده سؤال، فرح أصفي أنا قاعدة على الواتساب. لكن هناك 80 ناطق إعلامي موجودين ب80 مؤسسة. سيد ما أنا بس عم بحكي لك، يعني بس عم بحاول أجاوب سؤالك. يعني في شبكة من الناطقين الإعلاميين، في الوزراء المعنيين بملفاتهم أيضا، يعني بتواصلوا مع الإعلام بشكل دائم. فالتواصل موجود، هذه الحكومة تؤمن بضرورة التواصل والاشتباك وحق الإعلامي والمواطن بالمعرفة. يعني هاي مسألة يعني بنحاول نكرسها يوم بيوم ولحظة بلحظة، إنه يعني كثير من المعلومات التي تتدفق وتخرج استجابة أو إجابة على عديد من التساؤلات. فبالتالي إن كان هناك أي معيق، يعني أنا بأخذها بعين الاعتبار، وأبداً أنا جاهزة، ما عندي مشكلة. الجرائم الإلكترونية، سحب مشروع قانون معدل للجرائم الإلكترونية، إحنا كنا يعني قبل سحب القانون جلسنا مع المواقع الإلكترونية، جلسنا مع نقابة الصحفيين، جلسنا مع مؤسسات المجتمع المدني، وبالتالي كنا أخذنا
ملاحظاتهم حول القانون، يعني استمعنا للجميع، وحتى الملاحظات اللي كانت تيجي على مواقع التواصل الاجتماعي، الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي فيما يتعلق بقانون الجرائم الإلكترونية أخذت بعين الاعتبار. وعمليا كانوا المادتين 10 و11 هم المواد الخلافية بالنص، وتم تعديلهم، ألغي تعريف الكراهية وفتحت المادة 11، ولهذه الغاية أصلا صحب القانون. يعني كان بالإمكان أن نمضي بالموضوع بالتعديلات الموجودة عند مجلس النواب ونكتفي فيها، لكن لأنه مادة 11 كانت هي المادة الخلافية فارتأينا أنه من الأنسب سحب القانون وفتح المادة 11 لغايات تخفيض العقوبة فيها حتى نتجنب أو يعني نزيل عقوبة التوقيف، لأنه كانت العقوبة بهذه المادة تصل 3 سنوات، في حال وصلت إلى 3 سنوات يصبح من حق المدعي العام أن يوقف المطلوب. حتى نلغي التوقيف سحبنا المادة 11 عدلناها ورجعناها لمجلس النواب. المعارضة الخارجية أو ما تسمي نفسها المعارضة الخارجية، أي معارضة خارجية بصراحة؟ ومن أطلق عليهم هذا الوصف؟ وهل هم فعلا معارضة حقيقية؟ هل هم فعلا معارضة وطنية؟ يعني لدينا معارضة داخلية وهذه تحترم وتقدر، وليس بالضرورة أنها تكون منظمة بحزب أو بمظلة مؤسسة ما. المعارضة والاحتجاج الداخلي الوطني لعنوان الأردن ومصلحة الأردن ويرفع شعارات وطنية تسلط الضوء على مشاكل بيعاني منها المواطن الأردني، هذا حق. لكن من هم في الخارج؟ أنا لا أستطيع أن أصفهم بالمعارضة، أنا أقول أنهم مخربين. أنا لديهم أجندات، إن كنت تعارض فعد إلى الأردن وعارض من الأردن، عارض من الداخل. يعني هذه أنت تعيش في الخارج في فنادق أوروبا وفي طرف أوروبا وتعارض وتحرض المواطن الأردني باتجاه أجندات صراحة لا تصب بصالحنا. أنا شخصيا ما عندي غير هالبلد بدي أقعد فيها وبدي أحميها وبدي أدير بالي عليها، بس أنت قاعد برا ومكيف، فعلى شو بتعارض؟ ارجع على الأردن وعارض. هون أنا بسميك معارضة، لكن طالما أنت في الخارج لا مش هيك. والجو العام ومساحة الحرية تسمح بالمعارضة من الداخل يا أخوان، وأنتوا بتعرفوا أكثر مني. فأنا يعني أستكثر عليهم توصيف المعارضة من الخارج. نكمل باقي الأسئلة. الله يعطيك العافية. رامي العيسى من قناة الحقيقة الدولية. ستي، ما هي الأسس والشرائح التي سيشملها قانون العفو العام؟ ثاني سؤال، تطرقت لموضوع قانون الانتخاب، شو الإشي اللي بده يتغير قانون الانتخاب غير تخفيض أعداد النواب؟ يعني مثلا راح يتم إلغاء الكوتا على سبيل المثال. ثالث إشي بما يتعلق بتمويل الأحزاب، في عنا مؤسسات مجتمع مدني كثير في الوطن، هل راح يتم إعادة النظر بموضوع تمويلها وتحديدا التمويل الخارجي؟ بالنسبة مثلا قانون 2008 رقم 51 أعتقد تطرق الموضوع إلى موافقة رئيس الوزراء بتمويل الخارجي، راح يتم إعادة النظر بهذا القانون؟ وشكرا. دائما كردي قناة البلد. أول شيء معليك بدي أشكرك جدا على هذا اللقاء، لأنه وإن جاء متأخرا كما ذكرتي ولكن هو مهم في التوقيت. بثني على كلامك على احترام الكبير، وهذا شيء عنا كأردنيين. لكن يمكن عندي استفسار مهم. ذكرتي مجموعة من الإنجازات للحكومة وهذه قد تكون غير معروفة كانت بالنسبة للمواطن العادي، هي إجراءات وبعض القرارات اللي ستؤثر على حياة المواطن في الأيام القادمة. إذا تحدثنا بلغة المواطن مع بداية عام 2019، كيف سيلمس المواطن انعكاس هذه الإجراءات وهذه القرارات على حياته؟ وهذا بالتأكيد ما يهم الآن. شكرا.
عليك وصباح الخير لجميع الزملاء والزميلات. بدي اسال معلش عوده لموضوع الخطر الخارجي، يعني انا حبيت كلمه حضرتك او وصف حضرتك انه كبير عليهم انه يتسموا معارضه. هل هناك اجنده للتعامل معهم؟ احنا نؤمن تماما بانه حكومه الدكتور عمر رزاز تؤمن في الحوار. هذه الشخصيات اللي عمالها بتعبث في امن الوطن الخارج، هل يمكن القول بانه الحكومه اعدت لهم شيئا لمواجهه خططهم ان صح التعبير؟ واذا في مجال معاليك نعرف ما الجديد في موضوع فاجعة البحر الميت. الحكومة أعلنت بتفاصيل تقريرين خاصين في التحقيق في الفاجعة، هل هناك سيكون إجراءات قريبة في هذا الملف؟ شكرا لك. يعطيكم العافية، بس لأكد على سؤال زميلتي وأسأل، هل ما ورد في التقارير يعتبر إعاز؟ يعني جميع الإجراءات اللي وردت هل هي إعاز للجهات المعنية؟ يعطيك العافية معي محمد الطراوي الموضوع خبرني. بدي اسالك بخصوص حقوق الحكومة السابقة ألغت خانة الجنسية من الجريدة الرسمية. دائما كنا نشوف مين اللي حصلوا على الجنسية الأردنية ومين تم سحبها. الموضوع كثير مهم وخطر. تم حذف خانة الجنسية من الجريدة الرسمية. نريد نعرف السبب ومن صاحب القرار في ذلك. وبدي اسال بخصوص امبارح حدث، يعني ما بسميها أزمة، ولكن في سوء رئيس مجلس النواب ووزيرة الطاقة عدم حضور الاجتماع، رئيس الوزراء قال حكى أنها مريضة أو مرشحة، فهل هذا مبرر؟ الوزيرة يعني أحدثت إرباك بين النواب هناك في حديث لطرح التقارير. شكرا. شكرا. صباح الخير عليك، شكرا جزيلا على المؤتمر. الحقيقة بيسأل عن مثل جزئيات محليك. الجزئية الأولى تتعلق بالأثر المالي للعفو العام، هل هناك قيمة مقدرة حسب الدراسة الأولية للعفو العام؟ الجزء الثاني نترقب خلال أيام صدور دراسة البقر، هل هناك من إجراءات لدى الحكومة فيما يتعلق بهذه الدراسة وطلعت عليها؟ الجزء الثالث للعلاقات الأردنية السورية، هناك وفود بشكل مستمر تذهب إلى سوريا، هل هناك تنسيق ما بين الحكومتين حول هذه الوفود أو يعني لتجديد المياه الدماء في العروق الأردنية السورية؟ شكرا. طب نجاوب يا اخوان بعدين نكمل. خلينا نجاوب بعدين نكمل. استاذ رامي يعطيك العافيه. شرائح العفو، هلا انا ممكن احكي بالعموم لانه هاي مساله فنيه يمكن وزير العدل واللجنه الفنيه بيحكوا فيها احسن مني، لكن انا ما استطيع ان اقوله انه حتى العفو بسنوات سابقة كان له محددة، بمعنى قضايا الإرهاب، قضايا الأمن الدولي، قضايا الجنائية، القتل، هتك العرض، يعني القضايا الخطيرة لم يشملها العفو، وهذا موجود معايير يعني بيعتمدها من يتخذ هذا القرار على مدى السنوات. بالأردن صار 13 عفو يعني مش أول مرة، وبالتالي هي ذات المعايير. يمكن هالمرة نضيف فقط ثلاث معايير اللي هي القضايا اللي بتتحول من هيئة النزاهة وكان تحت الفساد، وقضايا اللي ذكرنا سجلتهم صراحة لأنه مهمين الاستثناءات. بالضبط، قضايا الاعتداء على الموظف العام لن تشمل، قضايا مكافحة الفساد والهيئة، وقضايا منع الإرهاب، يعني هذه لن تشمل. بس يعني بس بشكل عام المعايير الفنية هي واحدة وكانت تطبق مع، لكن كانت توسع بحسب تطور التشريعات وخصوصيتها. قانون الانتخاب، قانون الانتخاب يعني هو سيكون هناك حوار،
يعني لا أحد يستطيع أن يحدد اليوم ما هي ملامح قانون الانتخاب المقبل. هي بدها تخضع لحوار، بده يكون فيها نقاش، وبالتالي الصيغة النهائية أن تأخذها إلى قانون الانتخاب بصيغة جديدة. تمويل الأحزاب يعني كما قلت لك هناك مؤسسات المجتمع المدني، عفوا تمويل مؤسسات المجتمع المدني في الأردن، تمويل خارجي، هذا كان جواب السؤال. هل سيعاد النظر بتمويلها؟ هناك قوانين تنظم هذه المسألة وموجودة وتطبق الآن. يعني إن كان هناك ملاحظات يعني أنتم كإعلاميين أعطونا إياها، نطلع عليها، ندرسها، وممكن يعني إذا كان هناك اختلالات أو تشوهات تدرس، لما لا؟ قدامة كيف ستنعكس الإنجازات على حياة المواطن؟ كلها تمس حياة المواطن. أنا كمواطن استفدت صراحة من أداء الضريبة، أنا كان متراكم علي مبالغ فسددت وأخذت الإعفاء. لكن يعني كل الجرد اللي أنا بشكل أو بآخر تنعكس على فئة محددة، يعني موضوع الإيصال الخدمات كهرباء ومي للساكنين بمناطق داخل التنظيم، يعني هذول سنوات طويلة كانت مشكلة ومعاناة. الآن هذا القرار سينعكس عليهم، قرار السرطان سينعكس على مرضى السرطان، قرار الإعفاء من غرامات المثقفات والضريبة والجمارك سينعكس على هذه الفئة، بمعنى كل قرار يستهدف شريحة معينة. وهون بيجي الأثر العام، يعني في ناس عمليا بدأوا يستفيدوا من هذه القرارات والعملية مستمرة. ست نبين أهلا وسهلا. التعامل مع المعارضة الخارجية، نحن لا نتعامل مع المعارضة الخارجية، احنا بالعكس بنراهن على وعي الأردني بأنه هو يتصدرها، لأنه هذول بالتأكيد هدفهم مش نبيل. يعني نحن نرصدهم، لكن لا نتخذ أي يعني نراهن على التعامل مع المعارضة الخارجية على وعي الأردني، لأنه هو يعني إذا أدركنا خطورة الإشي اللي بيعملوه وهاي الرسائل المريضة اللي بيبثوها كل يوم والتاني والإشاعات والأخبار الكاذبة واستهداف الأردن ومؤسساته، هون بيجي الرهان على الأردنيين مش على حدا تاني بصراحة. فاجعة البحر الميت، يعني كلكم تعرفوا احنا استلمنا تقرير اللجنة المحايدة الملكية، وأيضا لدينا تقرير الحكومة، وهناك تقرير نيابي ثالث. وهي اللجان الثلاثة كلها جاءت صراحة لأنه فعلا كانت فاجعة، وكلنا توجعنا وتألمنا، وكانت ليلة الخميس ليلة محزنة يعني. فكان كل هذا الاهتمام من كل المؤسسات وعلى رأسها جلالة الملك أنه جاءت كل هاي التقارير وكل هاي اللجان حتى نشخص الحالة. بالنهاية التقارير موجودة لدى الحكومة، وضعنا التقارير الثلاث وقارناها، وهناك كثير من الملاحظات المشتركة، وأخرجنا يعني أعلناها بالإعلام موجودة. كل الإجراءات التي كل التوصيات التي جاءت سيتم تنفيذها وسيصار إلى العمل بها، وبعضها بدأ العمل على تنفيذها، يعني وضع نظام خاص للرحلات المدرسية أو تطويره، نظام خاص للرحلات المغامرة، التشبيك والتنسيق بين المؤسسات، صيادة الجسور، عملية بدأت، هاي كلها بدأت. فبالتالي كل التوصيات التي كانت بالتقارير ستأخذ بعين الاعتبار وستقوم الحكومة بتنفيذها. جانب الحكومات سيكون هناك سيطال أشخاص معينين أو موظفين أو مسؤولين؟ جانب العقوبات مناط بالجزء التحقيقي، يعني أيضا الملف موجود لدى السلطة القضائية والقضاء يحقق بها، ومرة أخرى القضاء مستقل وله يعني كلمته الفصل في كثير من القضايا. بحيث الجزئية تحديدا من سيحاسب، القرار القضاء هو من سيقرر ذلك. خانة الجنسية بالجريدة الرسمية، أنا صراحة ليس لدي تفسير لماذا ألغيت، لكن أنا سأدرس الموضوع.
يعني سيبحث الموضوع انه لماذا الغيت رايه الجنسيه، وانا ممكن اعطي جواب خاص احنا نتواصل بشكل مستمر. عمر امر موضوع وزيره الطاقه امس، انا يعني اللي استطيع ان اقوله بهذا الجانب انه الحكومه وعلى راسها دوله رئيس الوزراء وكل الوزراء في حكومه الدكتور عمر عزاز تحترم مجلس النواب وتقدر دور مجلس النواب التشريعي والرقابي، وهناك تعامل وتعاون وعمل مشترك بشكل يومي بيننا وبين مجلس النواب. لأن بموضوع وزيرة الطاقة هي كانت لديها وعكة صحية فغابت عن الاجتماع فحدث ما حدث، لكن القاعدة نحن نقدر دور مجلس النواب التشريعي والرقابي ونتعاون ونتواصل بشكل دائم في كثير من القضايا. محمود الطراوني ولا سؤال من أسئلتك ممكن أجاوب عليه؟ لا بمزح. بس موضوع الأثر المالي ما عندي جواب صراحة، يعني لأنه ما يزال يدرس للعفو العام. دراسة الفقر نتائجها كما قلت ستعلن خلال الأيام وأنا بتركها للمختصين، لكن أنا ما أستطيع أن أقوله إنه ملف الفقر حاضر في أجندة الحكومة وبأولوياتها، وفي كثير من الشغل اللي له علاقة بتحصين الفقراء وحمايتهم وأيضا توسيع قاعدة المشمولين بالمعونة الوطنية. وفي 55,000 أسرة هي خطوة قديمة كانت في الحكومة السابقة، لكن إحنا أيضا راح نتابع تنفيذها، سيتم شمولها بمظلة المعونة الوطنية، والغاية حماية هاي الشريحة اللي هي أكثر ضعفا. السؤال الأول، حابة أعرف الموقفين اللي تم إفراج عنهم، هل هم رامي وبشار وأيمن وميوك الحراك أم أشخاص آخرين؟ بنفس المكنونة، هل دعوة دكتور عمر رزاز اليوم للخروج للشارع والتعبير بخطاب الشعب، هل كان أورينت نيوز، هل من جديد بالنسبة لمخيم الرقبان أمنياً وإنسانياً؟ سعد صباحك معاليكم مصطفى بن ياسين وكالة سما الأردن. ستة مدار سنوات الوزراء يتغيرون ولا يتغير في النهج ولا يتغير في أسلوب الخدمات والأسلوب في خدمة الشارع الأردني. أما آن الأوان للنظر في بطالة الوزارات 62، تطرقتي لموضوع الناس اللي قابلوا رئيس الوزراء وتكلموا بطريقة غير لائقة، من الذي اختارهم للقاء رئيس الوزراء؟ شكرا لكم. السلام عليكم. والإعلامي أحمد السيد وكالة نيروز الإخبارية. بداية بنصبح على معاليكم وعلى كافة الإخوة الحضور. السؤال الأول، متى سيتم العمل بإعادة إيصال الخدمات إلى المباني القديمة؟ هل سيتم عن طريق أمانة عمان الكبرى؟ حيث أن كثيرا من أبناء المجتمع يشكون، يعني بتكون بناية فيها ما يتعلق من 8 شقق على عداد كهرباء واحد، تيجي الفاتورة 800 دينار 600 دينار،
يتم المراجعة، وقمت يعني بطرح السؤال على عطوفة الأستاذ حازم النعيمات نائب معالي أمين عمان، ويعني ما كان في إجابة واضحة بهذا الموضوع. إضافة إلى ذلك، هل سيتم إعادة صرف دعم الخبز إلى الإخوة المواطنين بمطلع العام المقبل؟ وما يتعلق بالنقل المدرسي، هل سيرى النور هذا الموضوع في مطلع العام الدراسي المقبل؟ شكرا، أكتفي بهذا القدر. شكرا ست أحكام. بموضوع دعوة الدكتور للخروج للشارع، هو حكى أنا أحب أن أرى شعارات وطنية، هي ليست دعوة للخروج للشارع، لكن هي إيمان مرة أخرى من الحكومة بحق الناس بالاحتجاج والاعتصام والقيام بالوقفات الاحتجاجية تعبيرا عن حاجاتهم أو عن مطالبهم. فبالتالي وهذا حق مرة أخرى مكفول، يكفل الدستور والقانون والبيئة والجو العام في الأردن، حالة التسامح هاي الموجودة. أنا بموضوع الموقوفين ممكن في مسألة بحب أحكيها بصراحة. كل خميس بطلع 500-700 ما بعرف كم العدد، يعني مش كلهم بيتم إلقاء القبض عليهم صح؟ لماذا؟ لا أنا بدي أجاوبك ستي. إن كانت تعبير تحت سقف القانون والدستور فليس به مشكلة، وهذا قلناه من اليوم الأول، يعني ليس اليوم فقط ولا نزال مصر عليه. لكن من يخرق الدستور والقانون بصراحة، يعني خلينا نكون واضحين وصريحين حتى لا يكون هناك خلط بين حق التعبير وبين التطاول، يعني أو التطاول في شق آخر تحت بند حق التعبير. حق التعبير مصان، وحق الناس إنها تطلع وتحكي وتعبر أيضا مصان ويحترم، لكن من يخرق هذه من يخرق الدستور والقانون هناك أمر آخر. مين الأخرج عنهم؟ ستي، من اللي تم إفراج عنهم؟ اللي لم يفرج عنهم، أنا حكيت في بداية الحديث، هم اللي ما عليهم قضايا جنائية، واللي عندهم قضايا موجودة لدى المحاكم، قرارهم لدى المحكمة ليس لدى الحكومة. موضوع تيسير النجار، أنت بتعرفي أحكام، يعني إحنا يعني وزارة الخارجية بتتابع هذا الملف، وحتى يعني قبل يومين أنا كنت بتحدث مع وزير الخارجية بهذا الخصوص، ما نزال نتابع هذا الملف، ليس لدينا جواب حول كيف ستنتهي القضية، لكن الحكومة تبذل كل جهد ممكن لمساعدة زميلنا وأخونا تيسير النجار. مخيم الركبان يعني المخيم موجود في الأراضي السورية، وهو مسؤولية الحكومة السورية، وهؤلاء مواطنين سوريين موجودين في أرضهم، وبالتالي حل مشكلتهم أو توصيل المعونات هاي مسؤولية إما المنظمات الإنسانية من الداخل السوري أو من الحكومة السورية نفسها. الأردن لم يقصر مع قاطني الركبان، وعلى مدى سنوات طويلة كان يقدم لهم كل احتياجاتهم، لكن عندما وقع الحادث الإرهابي وخسرنا شبابنا وخسرنا الشهداء الله يرحمهم، أغلقت الحدود لهذه الغاية. طالما هناك تهديد يأتي للأردن، الأولوية هي حماية أمن الأردن. والآن الوضع في الداخل السوري أكثر استقراراً، وبالتالي حلول مشاكل الركبان تأتي من الداخل السوري، وهي مسؤولية سورية وليست مسؤولية أردنية. من اختار الحضور مع الرئيس؟ الرئيس اللقاء حضروا 24 شخص، ناشط وشباب وشاب، و23 واحد منهم قدموا حوار سياسي راقي يعتبر ينصت له ويؤخذ بعين الاعتبار، لكن لكل قاعدة شواذ. فكان هذا الشخص الذي يعني صراحة
لم يعكس سلوكه قيم الأردنيين ولم يتحاور أصلاً، هو لم يكن يحاور، هو كان يتحدث مع نفسه. وأنا قلت الصوت العالي دال الضعف وليس دال القوة، بالتالي لكن الصورة العامة للحوار كان حواراً حضارياً سياسياً بامتياز، قدم من حضر وجهة نظر ونحن كحكومة سجلنا كل الملاحظات ويتم دراستها. اختيارهم ستة عن طريق مين؟ الحكومة سيدي. بصراحة موضوع إيصال الخدمات ما عندي عليه جواب، يعني لا أخفيك سراً، يعني بس يمكن لازم أسأل يعني وبعطيك جواب. دعم الخبز، بل دعم الخبز مستمر في موازنة العام 2019 وأدرج، يعني إذا بتقرأ الموازنة موجود دعم البند. النقل المدرسي الخطة أن يبدأ في العام المقبل، لكن إحنا شوي خطط وزارة التربية مع العبء الكبير على وزير العدل الثقيل، يعني عنده ثلاث حقائب. يمكن بس لكن الأصل بالخطة أن يبدأ مع بداية العام الدراسي الجديد. ما عليك يا ريت. أنا بحب أوضح شغلة بس، لما حكيت لي الرئيس حكى بدي يحكي للملك شعبك موجوع، الرئيس حكى بدي أحكي للملك شعبك بحبك، حكى شعبك بحبك وشعبك موجوع، راح أقول له شعبك موجوع، وهذا إدراك من الحكومة بمستوى الوضع الصعب بالنسبة لك. صحيح تمام. أي أسئلة أخرى يا أخوان؟ يعطيكم العافية، شكرا جزيلا.